ومكملين مع منار الدينا لحتى نتحدث أكثر كيف ممكن نكون دائماً إيجابيين. ويوم الاثنين كنا عم نتحدث بكيف نحاول دائماً بس نتطلع على الأشياء الإيجابية وما نحبط من الأمور اللي عم بتصير حوالينا. فاليوم رح نحكي أكثر بهذا الموضوع، وأيضاً أكيد رح نستقبل اتصالاتكم لحتى تقدروا تتواصلوا مع منار. صباح الخير منار. صباح النور غادة. يسعد صباحك منار، اهلا وسهلا. احنا بنذكر انه تحديدا بهاي الفقره بنفتح المجال امام كل اللي بتابعنا لا يسال منار، وارقام الاتصال عم بتكون ظاهره ولا لسه كمان شو رح تكون ظاهره باسفل الشاشه. منار عم بتركزي اكثر خلال هاي الفتره على الافكار الايجابيه. أيوة. وهل بالفعل احنا قادرين الصبح هيك لما نصحى من النوم انه نختار افكارنا زي ما بنختار ملابسنا وشو بدنا ناكل شو بدنا نفطر وين بدنا نروح؟ حلو التشبيه. هلأ عم نركز هاي الفترة أنه نحكي بجرعة إيجابية وجرعة طاقة تكون محمسة وفيها تفاؤل علشان نقدر نعيش ونتجاوز المرحلة اللي نحن فيها واللي مقبلين عليها. لأنه زي ما أنتوا عارفين الأخبار بارح 77 حالة، الوضع الوبائي عم بيتغير، حالة القلق والتوتر عم بتكون موجودة بشكل كبير. بس علشان نقدر نواجه ونتحكم بالأوضاع اللي حوالينا بدنا نتحلى بجرعة إيجابية. نعم. فنعم نقدر نختار إنه نحن نكون إيجابيين ومتفائلين بالضبط زي ما عم بختار شو ألبس وشو أكل ومع مين أحكي وشو أسوي بيومي. اللي ما بقدر أتحكم فيه قد يكون تقلبات المزاج أو النفسية اللي مرات ممكن الواحد يحس هيك موده ضرب فجأة لسبب أو لآخر، هذا ممكن ما نقدر نتحكم فيه. فإحنا بدنا نتعلم برضه كيف نتعايش ونجلس مع مشاعرنا. نعم. مع كل المشاعر. نعم. الإيجابية منها والسلبية. فحتى تقلبات المزاج بدنا نتعلم كيف نشعر بأريحية أنه نقعد معاهم نفهمهم علشان نقدر نحولهم لتفكير مرن وتفكير إيجابي. أوكي. تمام. هلأ يعني زي ما حكيتي أو زي ما كانت كمان دانا عم تحكي، جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي إنه شو منلبس وكيف نتعامل مع أنفسنا بالصباح وشو منأكل ومين منقرر نشوف بهذا اليوم يؤثر علينا سلبيا طبعاً. أو إيجابيا طبعاً. يعني الواحد ما بيهتم بحاله، اللي بيعتبر إنه خلاص ما مثلا ما هو شو يعني شو بده يصير أكثر من هيك، مش فارقة عندي شكلي، هذا كمان بيأثر على نفسيتنا طبعاً. وكمان الأشخاص اللي حوالينا اللي إحنا يعني مرات بنقدر نختارهم مرات ما بنقدر نختارهم حسب الظروف، كمان بيأثروا على إنه نضلنا محافظين على حالنا. ولكن قديه صعب منار لما الواحد يكون في معركة يومية لحتى يثبت لنفسه أنه هو قادر على الاستمرار مع أنه كل الظروف والعوامل اللي حواليه غير هيك. تمام. لاحظي كيف أنت استخدمتي لما يكون هو في معركة يومية. إذا الإنسان بده يوصف يومه على أنه هو عم بيقود معركة، القناعة والتصور الداخلي التمثيل الداخلي تبعه حيحس حاله أنه هو عم بحارب، فرح يكون قدرته على التفكير بإيجابية صعبة. فنحن بدنا نستبدل حتى الكلمات البسيطة اللي بتطلع منا بالفطرة هيك بدون ما نفكر فيها، بدنا نستبدل معركة نستبدلها بفرصة. هذا اليوم بصعوبته بتحدياته بالرغم من تقله بالرغم من التوتر اللي عم بيكون موجود بكل الأجواء، بس أحرص أني ما أوصفه بمعركة أو بحرب أو بمشكلة أو بصعوبة، أحرص أني أوصفه بتحدي علشان أقبل عليه وأطلع عليه كفرصة وأطلع عليه كمجال أني أستفيد منه وأتعلم منه. No. هلأ في 6 عناصر مهمة حكينا عنها بالحلقة الماضية رح تساعدنا نطبق هذا الشيء. العنصر الأول، أدي أنا شخص عندي وعي وعندي إدراك بنفسي بمشاعري بردود أفعالي، أدي أنا واعي باختياري للأشخاص اللي رح يساعدوني أمر أتجاوز هاي المرحلة بسلاسة، قدي أنا واعي بمتابعتي للأخبار وبمتابعتي للمواضيع وبانتقائي للكلمات، قدي أنا عندي امتنان. يعني يمكن الفترة الماضية جردت كتير ناس خسرت شغلها، ناس أوضاعها المادية تغيرت، ناس يمكن تهجرت. نعم. فقدي نحن لساتنا عندنا القدرة نشعر بالامتنان تجاه القليل اللي لسه موجود بحياتنا. 3، قدي أنت كشخص في عندك قبول وتقبل للوضع الحالي، يعني مش أوف وكورونا قدي كمان ومش قادر أتحمل والحياة كركبت، لا ما بدنا نفكر بهاي الطريقة، بدنا نقبل ونتقبل الواقع علشان نقدر نتعايش معاه بطريقة أسهل. قدي أنت شخص عندك مرونة وعزيمة في طريقة تفكيرك، ففعليا عم تنظر للتحديات وللصعوبات على إنها مجال لتقويك
مش طريق ليكسرك ويهدم منك. النقطة الخامسة، قدي أنت شخص عم بيتحلى بالنزاهة. النزاهة ليه؟ لأنه خلال تحدي وجائحة كورونا، لما الناس بتنضغط سقف التحمل تبعها بقل، تبرير الغلط بزيد. بدليل شفنا أنه العنف الأسري بسبب جائحة كورونا زاد، وبرروه بالوضع الاقتصادي. الغلط غلط، حكينا أنه الغلط غلط لو كل الدنيا عملته، والصح صح لو ما في غير بني آدم واحد عم بيعمله. فقديش أنت عندك القدرة أنك تعمل الصح بالرغم من صعوبة الظروف ومن قساوة الموقف. نعم. والنقطة الأخيرة لسبب أو لآخر مش جاي على ذهني، بس هي مربوطة بالمسؤولية والمساءلة. قديش أنت شخص عم بتحمل مسؤولية حياته ومسؤولية أفكاره، وعن جد عم بيختار أنه يطلع على الجانب ممتلئ من الكأس، مش يشوف قديش الحياة عم بتكون صعبة. هدول الست عناصر اللي نحن فعليا بدنا نتحلى فيهم بالبداية عشان نقدر انه نشوف المرحلة بإيجابية. نعم. يمكن اللي لازم يوم بعد يوم بهاي الفترة نقتنع فيه، واللي بحاول دائما اذكر حالي فيه، انه ما بقدر انا اتحكم الناس شو بتحكي لي، صح، ولا بقدر اتحكم شو عم بيصير حوالي. الشيء الوحيد بقدر اتحكم فيه ردات فعلي. طبعاً. وبتحسي كل ما كانت ردات فعلي متعلقة باحتقان المشاعر والاحباط من حوالي، بكون انا هيك خسرت اتزاني. وانت وصفتيها بالنزاهة، قديش الواحد يكون عن جد ما يعامل بالمثل لا الاشخاص ولا الأحداث. بس مثلا أنا بدي أعتبر في شخص عم بيخسر شغله، مش قادر يأمن الاحتياجات المعيشية والمادية لعائلته، كيف بدنا نحكي له يتحمل؟ كيف بدنا نحكي له عن التفكير الإيجابي؟ نسأله أنت إيش في عندك مهارات تانية قوية فيك؟ أنت شو بتقدر تشتغل غير الشغل اللي فقدته؟ يعني أنت ما تكون عم بتفكر بس باللي فقدته. أكيد صعب الوضع، وأكيد مؤلم، وأكيد التحدي، يعني خاصة لما تكوني أنت مسؤولة عن عيلة، الحكي أسهل من الفعل. بس نفكر بالحلول، نفكر بأنه أنا بإيش شاطر كمان. أنا شو بقدر أشتغل غير شغلي؟ أنا شو بقدر أعلم حالي صنعة أو مهارة جديدة ما بتكلفني شيء، ممكن أبدأ من خلالها عمل مختلف. أنا مين بعرف؟ أنا أشبك مع الناس اللي حوالي، أطلب منهم يشبكوني مع ناس تانيين، أكون مستعد إني أشتغل أي شيء. نعم. وبأي وقت. نعم. وبأي مكان. أتواضع شوي، إذا أنا كنت مدير أتواضع شوي عن هاي الهيبة اللي أنا صنعتها لنفسي، ومعليش أني أتنازل عن السلم الوظيفي شوي وأرجع أبدأ من الصفر. هاي طريقة التفكير اللي رح تساعد الشخص يرجع يبدأ من جديد، ويمكن تكون هاي الجائحة فعليا تكون سبب لناس بلشوا بزنسز جديدة. نعم. وغيروا مسار عملهم، وغيروا الكارير باث تماماً. تماماً، واكتشفوا أنه في عندهم نقاط قوة. صحيح. ومهارات ما كانوا رح يكتشفوها لولا الدائق، لولا هاي الجائحة. نعم. فهيك أنا بحب أوجه له رسالة. وإحنا بنوجه لكل المتابعين أيضاً أنه أرقام الهاتف صارت موجودة معنا على أسفل الشاشة لكل الأشخاص اللي حابين يتواصلوا مع منار لحتى يسألوا أيضاً كل ما في خاطرهم. منار، متى تعتقدي أنه الشخص بكون يعني محظوظ أكثر؟ لما يكون هو مجموعة أفعال ولا مجموعة ردود أفعال فقط؟ هلأ مش لكل فعل في رد فعل. انت بتقدر تختار ردة الفعل. انت يمكن مو دائما بتقدر تختار الفعل، لانه مرات مش انت صاحب هذا الفعل، مرات الفعل بيجيك من ظروف حواليك، من شغلك، من اهلك، من علاقاتك. بس انت دائما مسؤول وبايدك اختيار ردود الافعال. في ردود افعال بتطلع اسرع من ردود افعال تانية، فبرضو السرعة بردة الفعل انت بايدك انك تتحكم فيها، وهي مربوطة بقديش انت ذكي عاطفيا. ذكي عاطفيا يعني قدي انت قادر تقرأ مشاعرك. نعم. عارف المثيرات تبعتك شو هي، عارف تتحكم بالأشياء اللي بتعصبك وبتزعلك وبتبسطك، فبالتالي بتتمرن أكثر إنك أنت تتحكم بردة فعلك. نعم. فطبعا تكون صاحب ردود أفعال. تمام. إذن كمان معنا أول اتصال دانا من أم عمر. صباح الخير. صباح الخير مدام. يسعد صباحك. صباح. أم عمر، صباح الخير لدانا حبيبتي. اهلا وسهلا ام عمر. صباح الخير للضيف. منار عم تسمع. بدي احكي كلمه، اسال سؤال واحكي بس كلمتين على تعليق امبارح. انتوا كثير اصلا مذيعات رؤيا ستايل شيك، انا كمصممه ازياء وحلوين وكلكم بتجننوا، وسلمى وروان. الحلو بيشوف الناس حلوين يا ام عمر. وبعدين حبيبتي. احنا اصلا لولا رؤيا ان كان شو بدنا نتسلى، بالعكس كاني قاعده معاكم وبحكي. حبيبتي اهلا وسهلا. مبسوطين. اهلا وسهلا. وبحبكم كثير، بحب روان.
كلكم بتجنن، وانا كمصمم ستايلكم بجنن. ما تزعلوا من اللي امبارح حكى حبيبتي. الله يسعدك حبيبتي، انت زعلتي؟ ما تزعلي بالعكس، عادي. وبعدين كورونا بالعكس اعطتنا هدوء، اعطتنا راحه، اعطتنا نظام. لما مثلا لما يكون في مجال نطلع على السوق ما فيش شيء ازمه في الطريق، بالعكس. نعم. كلها. وبعدين بنقدر نقتصد، مش ضروري نجيب ونحط يعني اشياء بسيطه، بالعكس احنا مبسوطين والحمد لله رب العالمين. الله يخلينا ملكنا وخلينا بلدنا ويبعد عنا الامراض ان شاء الله. ان شاء الله. امين. وانتوا رؤيا وسلموا لي عروان وسلمى ودينا كلكم. حاضر. ولا يسعدك. الله يسعدكم. ماشي، مع شكرا يا ام عمر. تمام. وكمان معنا سهى. معنا لهيك اتصال. يسعد صباحك سهى. يسعد هالصباح ويسعد هالحضور ويسعد هالروح. ما شاء الله عنكم دائما بنكون مبسوطين بلقائكم، ويعني ما شاء الله عنكم دائما بحكي بتعطونا هيك طاقه، كلامكم حضوركم عن جد ما شاء الله من قلبكم يعني بتعطوا. حبيبتي سهى، بتوجهي اي سؤال لاستاذ منار؟ اكيد اكيد. ست منار يسعد صباحك، ويعني رائعه جدا في طرح موضوع يوم الاثنين، فعلا احنا بحاجه له يعني هذا الموضوع خصوصا بهالظروف اللي بنعيشها. شكرا سهى، اهلا فيكي. ست منار حابه هيك استفسار بسيط يعني. تفضلي. تسلمي. هلا احنا يعني بتعرفي في هالظروف اللي بنعيشها بتمر علينا مرات يعني علاقات او خلينا نقول شخصيات متشائمه، وبنحاول ندخل هيك في نقاش معهم لحتى نغير هيك شوي من نظرتهم للتفاؤل او للايجابيه. هدول الاشخاص للاسف يعني يمكن كثير بواجههم ما عندهم استعداد يتقبلوا اي راي، بيصروا دائما على رايهم وبيفهموا كانه احنا بنفرض عليهم راي، مع انه بالواقع مش هيك. أنا حابة يعني بس شغلة بسيطة، هدول الناس ليش مش قادرين يعني يتقبلوا أي رأي؟ وكيف أنا بدي أتعامل معهم؟ هل أستمر أنا معهم بالنقاش ولا أنسحب؟ لأنه بصراحة بالآخر يعني ممكن يصير سوء فهم، خصوصا لما يكون من المقربين وانت نعم. تتعاملي معهم، كيف انا تمام. بقدر تمام اتعامل معهم بس؟ تمام. وصلت وصل السؤال، شكرا يا سهى. أهلين. تمام. بداية ما أحلى اتصال أم عمر، كيف شافت جائحة كورونا وكل تحدياتها بإيجابية، يعني خفت الأزمة وصلنا نقدر نوصل أسرع. فكتير حلو لما نفكر بإحنا شو كسبنا من أي تحدي، بدل ما كل تركيزنا يروح على إحنا شو خسرنا. وقدب تنشر كمان يعني أم عمر بالضبط، وصلت لنا الطاقة. لما أنا أعطي للقدامي مدح أو طاقة إيجابية هاي رح ترجع لي طبعا بالآخر. هذا يمكن سر أنه هي عم تحكي بهذا الفرح طبعا، شدتنا وخلتنا ننتبه على كل شيء احنا عم نحكيه. فعلشان هيك هذا اكبر دليل انه نحن لما بدنا نحكي مع بعض، وهذا يعني جوابا على اي نوع تنمر عم بيصير عن يعني وجها لوجه او عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الكلمه حلوه طالعه والكلمه عاطله طالعه، بس الفرق انه الكلمه حلوه إلها صدى حلو، بترفع معنويات الاخر، بتعزز من ثقته بحاله ومن سعادته. والكلمه العاطله مش راح تخلي لقبالك يغير سلوكه، بس اللهم هي بتجرح. فانت ليش بس هدفك يكون تجرح الآخر، بينما بتقدر تختار تسعد الآخر؟ أكيد. فاختار أفعالك واختار ردود أفعالك. نعم. بصورة تمام. أم أسيد معنا أيضا على التليفون. صباح الورد يا أم أسيد. يعطيكم العافية. الله يعافيك. تفضلي أم أسيد سامعينك. الله يعطيكم العافية يا رب. اسمعينا من التليفون ووطي التلفزيون بعد إذنك ستي. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكي. عم تسمعينا من التلفزيون ستي، لازم توطي التلفزيون تسمعينا من التليفون عزيزتي. أوكي أوكي. أم سيد عم تحكينا من عمان؟ أيوة أيوة معكم. تفضلي عم تسمعك منار. تفضلي. اسهل لك ام اسيد، اسهل لك انك توطي التلفزيون وتسمعينا بس من التليفون. طيب معنا ام قيس، بدنا نعتذر منك ام اسيد. ام قيس يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. تفضلي ام قيس، منار عم تسمعك. يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. بحب اشكركم على هالبرنامج الحلو. غادة منورة. شكرا. ودانا كمان منورة.
وست منار كمان يعطيك العافية على هالإيجابيات اللي بتعطينا إياها، وخاصة بهالوقت اللي إحنا منمر فيه، وكلكم بتجننوا ويعطيكم ألف عافية، وحبيت أشارككم بس بهالشغلة. الله يعافيك يا رب. الله يعافي عمرك أم قيس حبيبتي. شكرا، يعطيكم العافية. الله يعافي عمرك. منار، سريعا هيك تلخيص للأمور كلها، نصائح عامة بما يخص في سؤال شو هكذا نجاوب سوها سريعا. في أشخاص مو جاهزين إنه نحتى نحكي معاهم بإيجابية، ومو جاهزين يستقبلوا الإيجابية أو حتى يغيروا من طريقة تفكيرهم، وهذا حقيقة وهذا واقع. علشان هيك يعني نحنا ما بنقدر نغير شخص إلا لما هو يبادر ويطلب التغيير. بس إذا واحد عايش محاله وشايف إنه هو كل الغلط اللي بيعمله صح، أي جهد أنا رح أحطه عليه على الفاضي. فهايش تعمل سهى أو إيش يعمل أي شخص عم بيواجه مثل هيك ظروف؟ يقلل من تواجده مع مثل هيك أشخاص. هلأ إذا كانوا من دائرته الأولى ومن الأشخاص المقربين، بده يدرب حاله كيف يتقبلهم. ولما يصيروا هم جاهزين يقبلوا ويسمعوا شيء جديد، يحاول معاهم ببناء طرق تفكير جديدة وإيجابية. بالإضافة نحن دائما بنقول النصيحة ما تعطوا نصائح إذا الشخص اللي قبالك مو جاهز يستقبلها طبعاً. فنعطي مجال للشخص هو يطلب النصيحة هو يطلب المساعدة قبل ما أنا أروح وأساعده، عشان ما ينفر منا. فاللي أنا بقدر أعمله أشتغل على إيجابيتي أنا، أشتغل على طاقتي أنا، حب إنه الشخص اللي قبالي يتأثر بطاقتي أهلا وسهلا، ما حب المهم أنا ما أتأثر بطاقته السلبية. صحيح. شكراً لك منار. دينا، أعطيك ألف عافية.